السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي معايا اليوم، مرحبا بكم، مرحبا بلي عاد دخلت عندي جديدة، مرحبا بكم كاملين إن شاء الله. أخواتي أنا كنبغيكم وكنحبكم وكاع اللي متابعاني وكتكتب لي تعليق وكتقول لي أنا راني متابعاك، شكرا الحبيبة ديالي، شكرا لكم كاملين كامل، شكرا لكم زينين. الله يفك وحيلكم والله يعطيكم داكشي اللي تمنيتو وداكشي ان شاء الله اللي تمنيتو، ان شاء الله يكمل لكم سيدي ربي ان شاء الله على خير وبخير. واللي عندها شي سحر يا ربي تفكوا عليه، يا ربي تفكها منه، ويا ربي واللي عندها شي عكوسات يا ربي تحيدهم عليها. كنتمنى لكم اخواتي الصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اخواتي، الموضوع اللي غنهضر فيه اليوم غادي نهضر على الزوج اللي كيكون مع الزوجة ديالو وكيكون ديما بيناتهم نفور، ديما بيناتهم نقاش، وديما بيناتهم نقاش وما بينهم الخصامات، وحتى من بالنسبه للام على الابن ديالها حتى هي اللي كيكون ديما يعني النقاشات بيناتهم، وديما بحال هكايا يعني النقاشات والخصومات، وشي ما كيحرق شي ما كيحترم شي، وشي ما كيبغي شي، وكتبقى تلقى هكايا ديما الامور معكسه عندهم في الدار. وهذا منين جاي؟ يقدر يكون جاي من السحر، لان السحر ديال التفريق هو اللي كيجعل الزوجه تتفرق مع الزوج ديالها، كتفرق منه صافي، وكيبقى واخا عايشين في دار وحده ولكن كل واحد والحال ديالو، كل واحد يعني شي ما كيديها فشي، شي ما كيهضر مع شي، ولا الا نضو هضروا كيتخاصموا، ولا نضو هضروا كيبداو يجبدوا شي مواضيع اللي ما عندها حتى شي اهميه عندهم. المهم كيخصهم يتناقشوا والسلام، هذا هو داك السحر ديال التفريق. المهم انهم عايشين واحد العيشه ديال الجحيم، ما مهنينش، ما مرتاحينش، ما عارفينش كيفاش القيمه ديال الحياه، ما عارفينش كيفاش يسيروا الحياه ديالهم، كيكونوا يعني صافي راهم مربوطين، داك السحر يعني راه رابطهم، ما مخليهم لا عايشين ولا حتى شي حاجه. وبالنسبه للولد مع الام ديالو هو راه تيبغيها في القلب ديالو، ولكن ما كيعطيها شي كلام اللي يعني ما كتستحملوش، وشي هضره اللي ما كتستحملها شي، وهي عاوتاني هكاياك واخا تقهرها ولكن ما كتعرف ما دير ليه. اذا هذا كله كيتسمى سحر التفريق، يعني راه واخا يبغي يرجع ليها ولكن ما قادرش، يعني داك السحر راه تيكون شادهم يعني بمعنى الكلمه. المهم اخواتي انا غنعطيكم الطريقه بلا ما نزيد هكايا نطول الفيديو. اشنو غادي ديروا؟ غادي تجيبوا 7 ديال الورقات ديال السدر، من طبيعه الحال لقيتهم خضر يعني من الاحسن، راه كاين العطار اللي كيكون عنده هكايا يعني كرمين، وكاين العطار اللي كيكون عنده هكايا باقيين طريين. غتجيبوا 7 ديال الورقات ديال السدر، غادي تجيبوهم غادي تحطهم بحال هكايا على جوج حجرات يكونوا نقيين، ولا ديك الصمه باش كنتيمموا. غادي تحطوا هكا دوك الورقات، وغادي تدقوهم صافي، غادي تدقوهم وغادي ديرهم فشي قريعه، وغادي تزيدوا عليهم الماء. ملي غادي تزيدوا عليهم الماء ديك الساعه شنو غادي ديروا؟ غادي تقراو عليهم بحال دابا مثلا هانتي حطيتيه في الماء، غادي تقراي عليه، غادي تقراي 70 مره سوره الكهف. يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتكم، ما عبدتم. المهم غادي نكملوا هذا السوره، سوره الكافرون 70 مره، ومن بعدها غادي نقراو سوره الناس. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. غنقراوها 70 مره، من موراها غادي نقراو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. نقراوها 70 مره، كل ايه غادي نقراوها، كل سوره غادي نقراوها 70 مره 70 مره 70 مره صافي، حتى نكملوها. غادي نقراو على داك السدر اللي انا قلت لكم، غادي نقراو على داك السدر. من طبيعه الحال دابا قرينا هذا الشيء كله، ومن بعد غادي نقول واحد الايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه غادي نقولها 21 مره، غادي نقراها من بعد دوك الصور اللي انا قلت. غادي نقراها بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه غنقراوها 21 مره صافي، غادي نقراوها على هذاك الماء صافي اللي فيه السدر وفيه هذا. المهم غادي نعطيهم يشربوا، بغاو يعوموا به تبارك الله، ما بغاوش يعوموا به عوم انتيا به، خلي واحد شويه عومي به، والباقي
اعطيهم اعطيهم يشربوا، اعطيهم يشربوا هذا الشيء، يعني غادي ديريه ولكن غادي تعاودي تكريه. راه يعني القضيه ماشي صعيبه، القضيه راه سهله. جيبي عرام ديال السيدر وكل مره ديريه في القرعه وقراي عليه هذا الشيء واعطيهم واعطيهم حتى تحسي بداك السحر. ما بقاش ولو انه كيقر في نفس الوقت، ولو ان ملي غتعطيهم هذاك السيدر من طبيعه الحال راه غادي انت غادي تكوني ابعدك نقيه، تكوني على طهاره وتكوني ابعدك كاينه راكي مصليه واحد جوج ركيعات باش تدير ربي ان شاء الله يستجيب لك داكشي اللي كديري. ضروري هذه ديريها وتستغفري وتصلي على النبي وعاد تنوضي ديري هذا الشيء. هذه يعني راه حاجه ديما ديروها، ملي تبغيو ديروا شي حاجه ديما ديروا هذا الورد ديما ديروه. نصلي ونعبد الله ونطلب سيدي ربي ونطلب سيدي ربي بزاف ونوض عاد ندير هذه الوصفه ونعطيها ليهم، نعطيها للزوج ديالي نشرب منها انا يشربوا منها وليداتي. كان كيعوم ندير ليه شي حاجه ولكني العومان كيخصو يعوم برا الحمام في السطل. بغى يعوم تبارك الله، ما بغاش يعوم صافي اعطيه يشرب. راه كاين اللي كيكون معكس وكاين اللي كيكون يعني باغي يحيد هذا الشيء من باغي مسكين حتى هو يتفوج، باغي بزاف ديال الحوايج اللي يديرهم، ولكن داك السحر كيكون رابطه ما تيخليه يدير حتى شي حاجه، كيكون قاجو يعني قاج كل شيء. صافي كيتصرفوا كانهم راهم راه صافي راه شي ما كيحملش شي ما كي ماشي ما كيطيقش. بنادم كيصيب الراحه على برا وما كيصيبهاش لداخل، بنادم كيصيب البرا كيفوج ومن الداخل راه بحال داخل شي قبر او لا داخل شي حبس او لا شي حاجه. المهم هذه القضيه يعني ديروها كاملين كيف ما كان الحال ديروها وقراو هذه الايه هذه الصور اللي قلت لكم انا، وقراو هذيك الايه ان شاء الله واعطيهم يشربوا. هذه نديرها انا يوميا حتى كتشوفوا القضيه ان شاء الله راه يعني راه تفوجات وما غيبقى عندكم لا سحر ولا عكوسات ولا وقف حال ولا حتى شي حاجه. صافي كل هالامور ديالكم غادي تصاوب ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للراجل الا كان عنده داك يعني داك السحر وكاين عليه ضاغط عليه بزاف، ديما داك السحر يكون ضاغط عليه ويكون يعني بحال دابا سنين هو على داك السحر وديما هو مربوط وما قادرش ينعس حتى مع المراه، وما قادرش بحال دابا مثلا واخا تينعس معاها كتكون داك النعاس يعني بحال غير مبزز عليهم بزز عليها، وتيكون داك الشيء دي المهم كون كيسد ما يقيسهاش ما كيبغيها، ولكن من بعد كيولي كيفشل ما كتبقى عنده حتى شي حاجه. حاجه وحده تيخصو يديرها، اشنو غادي يدير؟ هذه ديما يبقى يردد ديما يبقى يرددها، لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين، لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين. هذه يبقى يرددها الزوج ديما ديما يبقى يرددها ديما يبقى يرددها ديما يبقى يرددها، وان شاء الله صافي من بعد غادي يحس براسو ان شاء الله راه ولا تيتفاجأ. ديما هذه لا حول ولا قوة ديما يقولها حتى يسالي عاوتاني ويعاود يقولها، ديما هذه يبقى يقولها يعني كتبقى عنده حتى هي كي ورد. راه سهله ماشي واعره، لا حول ولا قوه راه يعني كتقوليها ديما كتشوفي غير شي حاجه تقولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هكاك دابا الراجل ديما غادي يبقى يقولها لا حول ولا قوه الا بالله القوي المتين، هذه يقولها باعداد كبيره ديما يبقى يقولها، وان شاء الله ما غيبقى لا نفور ولا مشاكل ولا صداع ولا حتى شي حاجه، والامور ديك الساعه راه غادي تقاد، وديك الساعه راه غادي تشوفوا الحياه ديالكم يعني راه تبدلات، وغادي تشوفوها ولات الاحسن، وغادي يولي الراجل ديك الساعه يدخل الدار بواحد يعني غيبغي يدخل الدار ديالو وصافي. وهذا الشيء اللي غادي ديروا ان شاء الله. وممكن هذه الايه الاخرى اللي قلتها لكم ممكن ديروها حتى في عصير، ممكن ديروها حتى في التمر وتعطيوها لهم ياكلوها. بسم الله الرحمن الرحيم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ممكن ديروها حتى في عصير تقراوها وتعاودوا ترددوها 21 مره وتعطيوها لهم للدراري او للزوج تعطيها لهم يشربوها بحال هكا يديروها، اولا في المهم يا اما عصير يا اما في الماء يا اما في اي حاجه اعطيوها لهم يشربوها، اعطيوها لهم يشربوها في الماء ديري شي حاجه قري هذه الايه قريها، وان شاء الله ما غيبقى عندهم حتى شي حاجه صافي. ولكن السيدر يكون خضر، يعني داك السيدر ماشي يكون هذا السيدر خضر، ونديروا القاعده اللي كان كيدير النبي صلى الله عليه وسلم، كان تيجيب سبعه ديال الورقات ديال السيدر وكان تيدقهم هكايا وتيدرهم في الماء ما فيها، بس حتى حنا نديروا داك الشيء اللي كان كيدير النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما نطحنوا ما حتى شي حاجه صافي، غير هكايا حجيره تكون نقيه والاخرى نقيه وهكا دق 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 هما يا صافي طلقوا مزيان هذاك السيدر نزلوا نديروا في القرعه ان شاء الله. في القرعه تكون عامره صافي، وديك الساعه من بعد غادي نبقى نعطيهم اللي بغى يشرب غادي نعطيه، اللي بغى يشرب غادي نعطيه، اللي بغى صافي. وانتم عارفين بان القران يعني راه فيه علاج،
وفيه وقاية وفيه شفاء وفيه يعني كاع المسائل كلها كيحلها القرآن. انتم عارفين بأن القرآن راه فيه شفاء عظيم. كنتمنى اخواتي يعني يكون هذا الموضوع يفيدكم ان شاء الله، وما تنسونيش بالابوني. انا راه كنشوفكم كت يعني كت كتدخلوا لعندي وكت تت يعني كتشوفوا الفيديو، ولكن كتنسوا ديك ابوني. المهم بخاطركم. المهم شكرا اخواتي، والى الملتقى ان شاء الله.